السلام عليكم. الأداة دي بتحول التكست لصوت، وتقدر تختار الصوت اللي انت عايزه في حاجات انجليزي وفي حاجات لغات اخرى. تقدر تختار مثلا الصوت هنا وتكتب اي تكست انت عايزه، او حتى ممكن تعمل ابلود لملف تكست عندك على الجهاز، وبعد كده تقول له شغل، وتقدر تعمل داونلود لو الصوت فعلا عجبك تقدر تعمل له داونلود. Your files, or type, paste, and edit your text here. Text, magic text. تقدر طبعا في أي وقت تعدل وتختار الصوت اللي أنت عايزه. في حاجات بس خاصة وكأنها بيقرأ أخبار مثلا. Drag and drop your files, or type, paste, and edit your text here.